متابعينا الكرام، نتواصل مع الشوط الخامس او الثالثة الابكار في طامين الصعوب ال 1200 متر مسافة الاختبار. خلونا نتابع وننطلق مع الصدارة، معها ملولة حميد بن علي بن سعيدة الدرعي. المركز الثاني عندنا شودة حمد بن سليمان محمد الدرعي. المركز الثالث عندنا الضبي ابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي. المركز الرابع حذر علي محمد بن ساعد الدرعي. المركز الخامس الشاهني فارس بن عبد الله بن فارس الدرعي. نعود الى الضبي، هناك الى الصداره، الى هملوله حمد حميد بن علي بن سعيد الدرعي. هملوله والانفراد، هملوله والحضور، هملوله والتألق، هملوله والعصاف الابطان. خذ لفه على المركز الثاني والثالث وداعا يا بقيه المراكز. هل هذه الشعارات بتقترب لتغير على مسار الشوط، ام هناك هملوله بتكون هي المصد الصعب امام هذه الشعارات؟ سلام حبيب بن علي بن سعيد الدرعي بدون اوامر والعصا مغروزه في الابطان. لا داعي للأوامر، بلا منافس ولا منازع. خذ لفة على المركز الثاني، فارق كبير. ونعود مع هملولة لديها المخزون عندما أصدرت الأوامر. الناموس لحميد بن علي بن سعيد الدرعي على انتزاع هملولة. ناموس هذا الشوط التوقيت يتحطم، رحمك الله يا التيم. دقيقة 41 ثانية، 85 جزء من الثانية. المركز الثاني شاهني فارس بن عبد الله بن فارس. المركز الثالث ضبيها ناصر بن سلطان بن بخاية الدرعي، رحمك الله يا التيم. دقيقة 41 ثانية، 85 جزء من الثانية، تحت أقدام هملولة لحميد بن علي بن سعيد الدرعي.